اهلا يا دنيا. اهلا استاذ خالد. فين كنتي للان؟ كنت في مكتب مدير شؤون الموظفين. ليش؟ بس رجعت بعض المعاملات الذي انجزتيها علشان تراجعيها صح، لاني وجدت فيها اخطاء كثيره تودي في داهيه. مش معقول يا استاذ خالد، ايش هذا الكلام؟ هذا هو الكلام الصح، اتاكدي بنفسك. اخر اخر ان شاء الله، وانا براجع بنفسي. استاذ خالد، ما عرفتش ايش اللي حصل؟ خير. المدير العام عزل نصيب من منصبه وعين الاستاذ ظافر بداله. عرفت اسف. كم نصحته يبطل كثرة اللوم والكسل وينتبه لعمله، لكنه ما ينتصحش. ايش نعمل؟ يستاهل، علشان يبطل حقه الكبر والهنجمة ويرجع لعمل الاول، موظف عادي هنا قبالي. لا حول ولا قوة الا بالله. المهم انتبهي للمعاملات. حاضر استاذ. خلاص قرب حظك في حاجة ثانية، مثلا الانترنت. الانترنت؟ ايوه الانترنت. انا سمعت انه في واحد ربح في اليا نصيب $1,000,000. مليون دولار؟ ان شاء الله فوز، ان سهل التأخير. أهم حاجة إنك تباركي لي. أبارك لك على إيش؟ على دخولي السحب النهائي على $1,000,000. أي $1,000,000؟ جائزة اليا نصيب اللي اشتركت بها بالإنترنت. إنترنت؟ أيوة يا نعمة، كمان تم ربس. يسبقي قدامي للغرفة وأنا بشرح لك الموضوع بالتفصيل. بيض الله وجهك. بيض الله وجهي.
وهذه الثالثة. لا إله إلا الله، ربنا يهديك. دنيا 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 حبيبتي. أيوة. مش بالله عليك، مش كفاية؟ حرام عليك كل يوم على نفس الحال، كل يوم كل يوم من غير فايدة. وانتي ايش دخلك؟ ما كنتش تدفعي فاتورة تليفوني من جيبك وانا مش جارية يا أماني؟ لا يا حبيبتي، أنا عارفة إنك موظفة وبسددي فاتورة تليفونك من مرتبك، بس حبيت أنصحك. أوكي؟ والله هاي شكراً على النصيحة، وانتبهي لدروسك وبس، ولا تدخلش بأموري. تمام يا أماني؟ وانت حرة. أخيراً رسالة. خير، شو رسالة؟ رسالة من البرنامج. ايش يبلغوني اني دخلت السحب على الفيلا والسيارة. على ايش؟ الفيلا والسيارة. ايش معقول؟ ولا يهمك، باقي لك سيكل. تعالي. مبروك مبروك يا دنيا، واخيرا دخلتي السحب على الفيلا والسيارة. ايوه يا نصر، وأخيرا قرب حلمي يتحقق، وبيتسابق الأغنياء على خطبتي، وأنا أولهم. كيف؟ قصدي أنا ممكن أتزوجك إذا فزتي بالفيلا والسيارة. وأنا ممكن أوافق لو فزت بالمليون دولار. وأخيراً أخيراً فزت. الآن بقدر أحقق كل أحلامي. مالك يا نصيب؟ مالي يا نصيب؟ لقد فزت بالمليون دولار. اسمع، مليون دولار. اسمع الآن، تتحرك وتطبع الرسالة وتجيب الآن. مبروك مبروك يا نصيب. اجلس والله لا ألطمك، أنا ما نكعك. مبروك مبروك ما دلحين. مبروك أيام ما كنتوا طفران ولا واحد حتى قل لي كيف حالك. ما دلحين مبروك مبروك، ولا أسمع لكم نقص. مبروك هذا الجائزة يا نصيب. أخيراً أخيراً مليون دولار. الحساب يا نصيب. الحساب؟ أيوه الحساب. ما تستحيش لما تطلب من واحد معه مليون دولار تشتري منه الحساب؟ أتحملت إثم. رب رب. يا نصيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دحين ايش مني هذا الجني؟ شكله قشم رايحة الفلوس اللي فستوه به، وايش يسلف مني؟ اخي نصيب مالك؟ صلي على النبي، بتكلم نفسك ليش؟ وبعدها ما سمعتني، ايش قدك اصلج؟ اقول لك انا ما اسمعش، نظري ضعيف. لا حول ولا قوة الا بالله. مالك سلامة او تعبان ولا شيء؟ انا مريض. مريض؟ تعبان، وبعد المرض حقي معدي. ارجع ارجع ورا. معدي؟ وايش اسمه المرض هذا؟ اسمه المرض هذا مالك دخل.
مالكش دخل. ها طيب، يبدو ان في اعراض هكذا، ايش الاعراض هذا؟ ايوه في بي اعراض يا اخي، اعراض ان انا متضايق. متضايق؟ ليش؟ في حاجه؟ الضيق هذا يا اخي اقول لك ان انا استلفته 500 ريال ايوه وضاع مني. اوه لا حول ولا قوه، 500 وضاعت علي. الله الله يعوضك عليها. خلينا نشوفك. طيب طيب وصلني معك. التاير بنشر. بنشر التاير. طيب طيب بيت ابن عمي متأكد 100% بيت ابن عمي نصيب.